بدأت صباح اليوم الخميس فترة عرض جداول الناخبين من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات، فيما ستكون متاحة في اللجان الإشرافية الأربع من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء، وسوف يستمر عرضها لغاية يوم الأربعاء الموافق 3 من أكتوبر المقبل. ودعا رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة، دعا المواطنين للتأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين ومراجعة بياناتهم الواردة فيها خلال فترة 7 أيام المحددة، لافتا إلى أن تحقق المواطنين من أسمائهم في جداول الناخبين خلال فترة عرضها هو الخطوة الأولى لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الانتخاب. وأوضح المدير التنفيذي للانتخابات أن فترة عرض جداول الناخبين تعد كذلك الفترة التي تبدأ فيها المراكز الإشرافية في تلقي طلبات قيد الأسماء وكذلك تلقي طلبات تصحيح بيانات الناخبين. وذكر رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف حمزة أن هناك 3 طرق للتحقق من وجود الأسماء في جداول الناخبين، وذلك عن طريق زيارة المركز الإشرافي التابع للمحافظة أو عن طريق موقع الانتخابات أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الظاهر على الشاشة.